الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأخيار الأبرار الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا فيما سلف في الليالي الماضيه عن آيات تشهد في حق المولى الإمام الحجه صلوات الله وسلامه عليه، الآيات العامه والآيات الخاصه. ثم ذكرنا نبذه من الروايات التي تشير إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث عن الإمام الحجه روحي فداه كثيرة متواترة كثيرة جدا حتى ألفت في ذلك كتب مفصلة عن الروايات والأحاديث التي أشارت وقيلت عن الإمام الحجة روحي فداه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن وصلنا إلى مبحث رأس المبحث في الليلة الماضية وهي أن هذا الإمام المعصوم المنقذ في آخر الزمان المصلح المنقذ المنتظر الإمام الحجة صلوات الله عليه هل هو مولود وموجود أم سيولد كما يدعي البعض الغير بعض الغير يقول على أنه سيولد لم يولد بعد هذا الرأي اسمع هذا الرأي عند غيرنا وليس عندنا أنه سيولد في المستقبل يولد ويكمل أربعين سنة من عمره يعني يولد لم يظهر يكمل أربعين سنة من عمره وبعد الأربعين يظهر وينشر الحكم ويرث الأرض بأجمعها ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هذا رأي عند غيرنا ولكن رأي كافة الشيعة باتفاق الشيعة ومعظم غير الشيعة على أنه مولود وموجود بشهادة كتبهم كتب غير الشيعة مولود وموجود ولد سنه 255 من الهجره النبويه يوم 15 من شهر شعبان ولد هذا المنقذ ولد هذا المنتظر ولد هذا المصلح ولد الامام صلوات الله وسلامه عليه وهذا ببداهه الحال ما ذكرته كتب الفريقين من الشيعه وغير الشيعه قبل البدء بذكر المصادر لغير الشيعة الشيعة واضحه نحن نعتقد كل الشيعة تعتقد على ان من العلماء تعتقد والروايات تعتقد على ان الامام صلوات الله وسلامه عليه مولود وموجود وهو حي يرزق اين يعيش اين يسكن اين مقر الامام اين استقرار الامام الله العالم كل له رايه واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا انا لم اذكر هذه الاراء لا تسبب بعض الشبهات في اذهان الناس فمولاي العزيز اين استقرار الامام الله العالم هذا من جانب من جانب اخر اعزائي اخواني نحن نعتقد على ان في الروايات التي ذكرناها لكم في الحلقات الماضيه ان الائمه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي بن ابي طالب عليه السلام وبعد علي بن ابي طالب الحسنان يعني الامام الحسن والامام الحسين والائمه التسع اسمعني الائمه التسعه من صلب الحسين من ذريه الحسين نحن نعتقد على ان الامام الاول بعد الحسين من التسعه اسمعني الامام الاول بعد الحسين بعد التسعه الامام السجاد عليه السلام الامام الثاني من الائمه التسعه بعد الحسين الامام الباقر عليه السلام ثم الامام الصادق، ثم الامام الكاظم الى ان نوصل الامام الثامن. الامام الثامن، الثامن وليس التاسع، الامام الثامن من صلب الحسين من ذرية الحسين هو الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والروايات ذكرت ذلك، ذكرت الائمة باسمائها عند كتب غيرنا وعندنا. في كتبنا وكتب غيرنا ان الثامن من ائمه التسع بعد الحسين هو الامام العسكري التاسع التاسع من الائمه التسعه التاسع هو الامام الحجه روحي فداه فهو ابن الامام العسكري عليه السلام بالروايات ان الامام الحجه ابن الامام العسكري فاذا كان الامام العسكري قد توفي توفى الامام العسكري عليه السلام فكيف يولد التاسع؟ كيف يولد التاسع وهو من ذريه الامام الحسن العسكري عليه السلام فببداهه الحال والعقل يقول ذلك والمنطق يقول ذلك على انه مولود وموجود وفي كتب غيرنا الروايات الداله على ولادته جدا كثيره مولاي انا اذكر بعض الروايات في كتاب يقال له المهدي الموعود المنتظر كتاب المهدي الموعود المنتظر للشيخ نجم الدين العسكري المجلد الأول الجزء الأول ذاكر أسماء أربعين عالم أربعين عالم من علماء غيرنا أربعين عالم من علماء غيرنا الذين اعترفوا بولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من أراد الزيادة في كتاب منتخب الأثر يرجع يذكر ستة وعشرين بعد عالم 26 عالم من علماء غيرنا الذين صرحوا بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من كتب غيرنا وإلا نحن نحدث ولا حرج نحن نثبت ولادة الإمام أنه مولود وموجود وفي يوم الخامس عشر من شهر شعبان نحتفل بذلك وتذكره الخطباء ويذكره العلماء والمؤلفون هذا في شيء ماشي عندنا هذا مولانا متواتر معروف ثابت عندنا أصلا اسمع من جملة الروايات انا اذكر لك كم رواية من هذه الروايات على السريع الرواية يذكرها محمد بن طلحة الحلبي الشافعي في كتابه المعروف مطالب السؤول في مناقب آل الرسول صفحة وثمانين يقول الباب الثاني عشر يذكر في نفس الكتاب الباب الثاني عشر في أبي القاسم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ابن الحسن العسكري المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر اسمع هذا الكلام مضمون الكلام هذا فأما مولده يعني مولد الإمام الحجة فبسر من رأى سر من رأى يعني شنو سامراء فإذا يذكر ذلك على أن ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أبسام الرأس سر من رأى هذا قاعد يذكرها محمد بن طلحة الحلبي الشافعي هذه رواية المصدر الثاني محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه المعروف البيان في أخبار صاحب الزمان صفحة 336 من كتب غيرنا يقول إن المهدي ولد الحسن العسكري المهدي ولد الحسن العسكري يؤكد على انه ابن الامام الحسن العسكري اذا كان الامام الحسن العسكري هو الثامن من ذريه الحسين الثامن من ذريه الحسين وقد مات قتل استشهد صلوات الله عليه ولم ينجب الامام الحجه شلون يصير التاسع يعني الامام؟ شلون يخلفه بعد اخويا فاذا يقول ان المهدي ولد الحسن العسكري فهو حي موجود حي يعني مولود حي موجود باق منذ غيبته الى الان هذه من كتب غيرنا كذلك روايه عن ابن الصباغ يذكرها في كتابه الفصول المهمه صفحه 273 في الباب الثاني عشر يقول ولد ابو القاسم الحجه ابن الحسن الخالص، الخالص من القاب الامام الحسن العسكري عليه السلام، الامام الحسن العسكري من جمله القابه يقال له الخالص. اذا هذا ابن الامام الحسن الخالص يعني الامام العسكري عليه السلام، بسر من راى سامراء في النصف من شعبان ينطي المدينه التي ولد فيها سامراء. ويوم الولادة النص من شعبان وسنة الولادة ها سنة خمس وخمسين ومئتين للهجرة يعني مئتين وخمسة وخمسين من الهجرة النبوية هذا ابن الصباغ كذلك بعد أقرأ مصدر مصدرين كافي كذلك رواية عن ابن الجوزي الحنفي ابن الجوزي الحنفي في كتابه المعروف تذكرة الخواص صفحة ثمانية وثمانين وفي صفحة ثلاثمية وثلاثة وستين أيضا في طبعة أخرى يقول وأولاده أنا يذكر حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأولاده يعني أولاد الإمام الحسن العسكري الخالص عليه السلام المهدي الإمام محمد الإمام هو ذكره محمد الإمام إلى أن قال تحت عنوانه في ذكري الحجة المهدي يقول هو محمد ابن الحسن ابن علي وكنيته أبو القاسم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم المنتظر وهو آخر الأئمة واضح مولاي إذا يذكر ومن أولاده يعني من أولاد الإمام العسكري عليه السلام فيتبين على أن الإمام قبل لا يموت مخلف ومات وإلا إذا لم ينجب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فكيف ينجبه يعني قاعد يذكر هو يذكر على أنه من أولاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أذكر لكم رواية لابن حجر ابن حجر في كتابه المعروف الصواعق المحرقة صفحة 127 يذكر عند ذكر الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول ولم يخلف غير ولده أبو القاسم محمد الحجة يعني ولد واحد وعمره عند وفاة أبيه يعني عند شهادة الإمام الحسن العسكري خمس سنين آتاه الله الحكمة الى اخر كلام ابن حجر. يتبين لنا على انه الامام مولود وموجود في كتبنا وفي كتب غيرنا كذلك انا ما راح اقرا بعد بقيه الروايات لانها كثيره. الشبراوي الشافعي في كتاب الاتحاف بحب الاشراف صفحه 178 عبد الوهاب الشعراني في كتابه المعروف اليواقيت والجواهر ايضا يذكرها صفحه 145 كذلك يذكرها صاحب الكتاب كتاب الرياض الزاهرة مولاي أيضا يذكر ولادة الإمام عبد الله بن محمد الشافعي يذكرها سراج الدين الرفاعي في كتابه صحاح الأخبار أيضا يذكر ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كتاب المحاكمة كتاب فصل الخطاب كتاب ينابيع المودة كتاب نور الأبصار الشبلنجي كتاب وفيات الاعيان، كتاب تاريخ مواليد الائمه وهذه كل الكتب بعد سبائك الذهب وغيرها 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 هذه الكتب باجمعها ذكرت ولاده الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه. اذا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مولود اعزائي اخواني مولود وموجود حي يرزق ولد سنة 255 من الهجرة النبوية يوم الخامس عشر من شهر شعبان في سامراء سر من رأى سامراء أبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام الحسن الخالص وأمه امرأة زكية طاهرة نقية هي بنت قيصر روم مليكة بنت يشوعة بنت قيصر روم لها عدة اسماء الاسم المعروف لها اسمها نرجس ولها اسم اخر سوسن ولها اسم اخر صيقل ويقال لها حديثه او حكيمه او مليكه او ريحانه هاي عده اسماء لام الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليها او على, على الامام صلوات الله عليه وكنيتها ام محمد <applause> كما ان الامام الحسن العسكري ابو محمد هي ام محمد هذه المراه الزكيه الطاهره اكو رجل في قضيتها وقصتها رجل اسمه بشر بن سليمان النخاس هذا يكون من احفاد ابي ايوب الانصاري الذي كان يعيش في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا نخاس، النخاس يعني يعرف العبيد والاماء، يعرف الحلال ويعرف الحرام، يقول انا تدربت الحلال والحرام وكيفيه الشراء، شلون اشتري وشلون ابيع من العبيد والجواري عند الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هذا بشر ابن سليمان يقول يوم من الايام الامام الهادي ابو الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه ارسل علي اعطاني 220 دينار. قال لي يا بشر تذهب الى بغداد تروح الى سوق النخاسين تشوف جماعة يبيعون عبيد وجواري نساء ورجال تنتظر في المكان المناسب في المكان الفلاني وتنتظر رجل يخرج عند مجموعة من الجواري ويشير انت اوصاف جارية من الجواري جارية من الجواري اعطى اوصافها الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إذا أخرجها هذا الرجل اسمه عمر بن يزيد النخاس هذا يبيع بياع لها صفات خاصة لا تدع أحدا أن يلمسها ما يلمس أحد ولا تقبل ببيع نفسها أو ببيع عمر لها عمر بن يزيد النخاس ما تقبل فكان يضربها إذا ضربها تصرخ تصرخ وتتكلم لغة رومية وتقول الإمام الهادي عليه السلام يقول لهذا بشر وتقول واهت كستراه عند ضربها إذا ضربت تروح إلى هذا الرجل النخاس عمر بن يزيد النخاس وتفاوضه على السعر على المبلغ المبلغ 220 دينار يقبل بال220 دينار على العموم فتأتي بها إلي بس قبل ذلك الإمام الهادي كتب كتاب بلغة رومية قال تعطيها الكتاب قبل شرائها فأعطاها الكتاب باللغة الرومية قبل شرائها قرأت الكتاب هي قضية طويلة، قضية رواية مفصلة رأت في المنام كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء خاطبا لها من النبي عيسى عليه السلام وخطبها لابنه لولده الإمام الحسن العسكري عليه السلام فرصف حب الأئمة الأطهار وحب الإمام العسكري عليه السلام في قلبها وجاءت حبا لمحمد وآل محمد لما قرأت الكتاب جاءت مع بشر ودخلت عند الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وقال لها الامام اخبرك بما جرى عليك ام تخبريني بما جرى عليك قالت يا ابن رسول الله اخبرك بما جرى علي تقص القصه بكاملها فيزوجها الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه الى الامام العسكري عليه السلام ولم تنجب له الا ولد واحد هذا الولد الواحد هو الامام الحجه روحي فداه وفي ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تذكر السيدة حكيمة السيدة حكيمة السير أخت الإمام الهادي عليه السلام بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه احنا عندنا حكيمة اثنين أعزائي دائما أنا أشير إلى هذا المعنى لأن يختلط الأمر عند بعض الأخوة الكرام احنا عندنا حكيمة مدفونة في إيران وعندنا حكيمه مدفونه في العراق في سامراء. المدفونه في ايران هذه بنت الامام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام اخت الامام الرضا عليه السلام. لما جيء بالامام الرضا الى خراسان اخواته اخواته واخوانه تبعوه من جملتهم السيده فاطمه المعصومه اخوه الامام صلوات الله وسلامه عليه اخوات الامام من جملتهم السيده حكيمه. حكيمه يقال له يقال لها حكيمه خاتون وصلت الى هذه الديار منطقه تسمى ديلم في جنوب ايران ديلم هسه توفيت او ماتت ودفنت في منطقه جبليه انا ذهبت اليها مرارا وكرارا زين مع اكو جاريه لها ايضا دفنت معها هذه حكيمه خاتون صاحبه المقامات ومولانا الكرامات الباهره معروفه بنت الإمام الكاظم عليه السلام أخت الإمام الرضا عليه السلام عمة الإمام الجواد عمة الإمام الجواد وكان الإمام الجواد يحبها حبا جما لما صارت عند ابنية الإمام الجواد صارت عند بنت على حب عمته حكيمة أسمى ابنته حكيمة سمى بنته ها بيبي حكيمة أو حكيمة خاتون المعروفة الآن في سامراء في العراق مولاي هاي بنت الإمام الجواد اخت الامام الهادي عليه السلام عمه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هي تنقل الروايه تقول: جاءني الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قال عمه الليله ليله 15 من شهر شعبان الليله افطارك عندنا، فطورك عندنا. قلت له ما الخبر يا ابن رسول الله؟ ما هو الخبر؟ قال سيولد لي مولود اغر. يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. تقول انا وقت الافطار لان هم صايمين رجب وشعبان ويتصلون بشهر رمضان. تقول اجيت الى الامام العسكري عليه السلام دخلت على الامام بعد الصلاه والافطار وكذا فسالت فحصد جوار الامام صلوات الله وسلامه عليه نساء الامام ما شفت أي وحدة إلها أثر من آثار الولادة زين المرة اللي تنجب هذه الليلة عدها علائم من الولادة عدها بطن عدها وجع عدها ألم عدها كذا أه؟ فقلت له يا ابن رسول الله من أي الجواري خلي عيني عليها أدير بالي عليها قال نرجس تقول جئت إلى نرجس فلم أنا مختصر الرواية الرواية طويلة جدا جئت إلى نرجس فلم أجد فيها أثر من آثار الولادة أبدا اخفى الله حمل ام الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه كما اخفى حمل النبي حمل ام النبي موسى عليه السلام لان فرعون كان يشق البطون يستخرج الجنين ويقتل الجنين خوفا من النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه ولكن الله أخفى حمل أم النبي موسى وهذه من دلائل الإمامة وهذه من التشابه بين الإمام الحجة والأنبياء والشبه بين الإمام الحجة والنبي موسى أن الله أخفى حمل أم الإمام الحجة روحي فداك كما أخفى حمل ام النبي موسى صلوات الله وسلامه عليهما تقول جئت إلى نرجس فلم أرى فيها أثر من آثار الولاده وضعت فراشها وسادتها عندي ادير بالي عليها تقول نمت صار منتصف الليل نمت لما نمت استيقظت مرارا وكرارا فاستيقظت للنافله لصلاه الليل وهي معي فلم ارى منها اثر من اثار الولاده صلينا احنا صلاه النافله ودعونا ونمنا مره ثانيه تقول اعتراني هذه كما في الروايه اعتراني قليل من الشك الإمام في غرفته في حجرته اعتراني قليل من الشك قلت يمكن مو هذه الليلة مو هذا اليوم الذي يولد للإمام مولود فإذا صوت الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال عم لا تشكي في كلامي ها الولادة قريبة قريبة الفجر قريب تقول قريب الفجر وإذا رأيت نرجس استيقظت رعبه تتصبب عرقا وقد بان عليها اثار اثار الولاده اثار الحمل ما ان ولد الامام صلوات الله وسلامه عليه الا واضاء الكون بنوره الوهاج. ولد الامام صلوات الله وسلامه عليه وهو يقرا عده ايات كما ذكرنا واذا صوت الامام العسكري قال عمه علي بولدي. تقول جئت بولده اليه فكشف عن وهو مبتسم الامام صلوات الله وسلامه عليه، فرح الامام العسكري عليه السلام كشف عن ذراعه الايمن واذ مكتوب على ذراعه الايمن قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، هسه البعض يقول على انها حقيقه كتبت على ذراع الامام، والبعض يقول لا انما هاي اشاره ان الارض ستقام بالحق بوجود الامام وظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه. يقول واذا التفت الامام العسكري الى ولده وقال انطق ولدي تكلم واذ تكلم بالشهاده اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قرا هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين قرا هذه الايه وليس بغريب وليس بعجيب من الامام الحجه كما ذكرنا في الحلقات الماضيه هذا موجود في القران الكريم <applause> عندنا في القران الكريم ورد النطق للنبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهو في المهد وعيسى يصلي خلف الامام الحجه الامام هو الامام ها وعيسى عليه السلام هو الماموم فاذا كان عيسى على حد قول القران الكريم ينطق في المهد اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي الى اخر ينطق بالمهد زين فمن باب الأولاء الأفضل والإمام أيضا يستطيع أن ينطق بالمهد فلا عجب ولا غرابة في ذلك فولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما ولد الإمام أخفى الإمام العسكري ولادته ووجوده على الناس إلا المقربين إلى الإمام السحن خلال المحاضرات الجايه ان شاء الله والكلام الجاي ان شاء الله في المستقبل نتطرق الى من من اظهر له الامام ولده الامام الامام الحجه سلام الله عليه، بعض الخواص المقربه كانوا يعلمون على ان الامام العسكري عنده ولد خوفا من قتل الامام. لأن الرواية المعروفة لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي اليهود والأعداء كانوا يتآمرون على هذا المولود يريد يقتلون هذا المولود ما محصليه فإذا أظهر الإمام العسكري وهو أعلم بذلك إذا أظهر مولوده أظهر ولده سيقتلوه ويقضوا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولهذا الإمام أخفى ولادته إلا لخواص شيعته مثلا السيدة حكيمة كانت تعلم أكو جاري اسمها نسيم نسيم لما دخلت عطست فسمع الصوت للإمام الحجة سلام الله عليه بعض العلماء المقربين أصحاب الإمام العسكري عليه السلام كانوا يعلمون على أن الإمام عنده ولد أه؟ لكن اكو جمّة حتى من المقربين الامام اخفى ولاده الامام عليهم يعني مثلا الامام العسكري عليه السلام عند اخ هذا الاخ يقال له جعفر معروف جعفر المعروف البعض لقبه بجعفر الكذاب الامام الهادي عليه السلام عند اربع اولاد الاولاد الاربعه حسن يعني الامام الحسن العسكري وحسين ابن الامام الهادي ومحمد ابن الامام الهادي المعروف بسيد محمد سبع الدجيل محمد ابن الامام الهادي اخو الامام العسكري عم الامام الحجه سلام الله عليه والرابع جعفر هذا جعفر على قولت اهلنا شويه زلف من الدرب طلع من الطريق ها يعني راح في طريق ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ها يعني وهي موجوده حتى عند الانبياء مثلا ابن نوح انحرف عن الطريق ابن نوح ابن نبي من الأنبياء مو ما يعرف يربي ابنه لا رب ابن تربية صحيحة بس أصدقاء السوء قعدات مع بن العباس قعدات مع الملوك هذا راح يخليه يمشي إلى طريق آخر ها الشاهد هذا جعفر الإمام العسكري عليه السلام أخفى ولادة ولده حتى على أخيه جعفر يخاف عليه تبين على أن الإمام ما عنده ثقة بهذا أخوه هذا كان مخبر إلى بن العباس <applause> بقى الإمام العسكري عليه السلام يحافظ على ولده الإمام الحجه روحي فداه إلى أن قتل الإمام العسكري عليه السلام تسمعني مولاي؟ لما قتل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان سنة 260 من الهجرة كان عمر الإمام الحجه خمس سنوات لكن ما كان أحد يعلم على أن الإمام العسكري عنده ولد فالكل البعض الجم الاكبر ظن على ان الامامه بعد الحسن العسكري ستؤول علما الى جعفر حكومه بن العباس قالوا هاي خوش فرصه بعد احنا عندنا الان هذه الحكومه والسيطره السلطه السلطه الحكومه الدنيويه عندنا ملوك هذولي ها أه؟ وراح يصير عندنا سلطه ايضا دينيه على رقاب الناس هذا جعفر بعد محبس بيدينه شلون من قال له اعمل يعمل لا تعمل ما يعمل ها أه؟ تحت امرهم والامام العسكري ما عنده ولد يصير هو الخلف وهو الوصي وهو الامام ما كانوا يدرون فالناس بعضهم من كان يهني جعفر وبعضهم بعضهم من كان يعزي جعفر يهنئه بمن؟ بالامامه ويعزيه بماذا مولاي يعزيه بال... باخيه و شهادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامة عليه، حتى أن بعض الناس يشوفون هذا ما عنده كفاءة للإمامة، ما عنده كفاءة لخلافة الإمام صلوات الله وسلامة عليه، لكن اكو علائم ظهرت. اكو علائم ظهرت، مثلاً من جملة العلائم التي ظهرت اكو رجل من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، يقال له أبو الأديان. هذا ابو الاديان الامام العسكري عنده كتب انطاق كتب أنطاك كتب مجموعه كتب قال تذهب بها الى المدائن هسه هاي المدائن هاي المنطقه المعروفه الان في العراق او مدائن يعني دلاله على مدن مدن مدن, مدن مدينه 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 مدائن تودي هذه الكتب وكل كتاب يحتاج الى اجابه قال ترجع هسه اكو روايه 15 يوم واكو روايه لا 14 يوم يوم 15 راح يصير ابو الاديان في سامراء يرجع يعني تقول من بعد ال 15 انا دخلت لما دخلت شفت الواعية في دار الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني الإمام قد استشهد الإمام العسكري عليه السلام لكن الإمام العسكري طاع لائم قال إذا رجعت من بعد 15 يوم ستجد الواعية في داري يعني قد قتل الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال فمن من بعدك مولاي الخليفه بعدك الامام بعدك منه قال الخليفه بعدي اولا من اخبرك وطالبك بجواب الكتب هذه الكتب اللي اعطيتك لها جواب اللي سالك عن اجابه الكتب هذا هو الامام قال زدني يا ابن رسول الله انطيني بعد علامه ثانيه قل العلامة الثانية من صلى على علي اللي يصلي عليه هذا هو الإمام هاي العلامة الثانية قل العلامة الثالثة قل العلامة الثالثة من اقبر بما في الهميان الهميان هذا بكلام الهميان كيس تشيس أه؟ كانوا يجيبون بالنفقات النفقات يجيبون بالصدقات الصدقات الحقوق الشرعية يجيبون زكاة يجيبون خمس كذا من بلاد شتى من قوم من الكوفة من كل مناطق الشيعية الموالية للإمام صلوات الله وسلامه عليه بهم بهميان يعني بهذا الكيس فمن ينطونها للإمام العسكري عليه السلام كانت علامة موجودة عند الإمام العسكري عليه السلام هذا الكيس بأكياس صغار صغار مخلين فلان ابن فلان أعطى كذا دينار فلان ابن فلان أعطى كذا درهم أخويا فهذا مخلي الأكياس الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان يخبر مجموع المال الذي في الهميان ثم يخبر بتفاصيل الـ الـ الأموال من الأكياس الصغار هذا المال كذا هل قد يعني مقداره دينار أو درهم كذا من فلان ابن فلان <applause> وهذا الكيس كذا وهذا الهميان كذا وكذا وكذا ها؟ ثم يفتح الهميان يفتحون الكيس يشوفون كما يخبر الإمام المعصوم كما أخبر الإمام المعصوم يطلع كما هو الأسماء واحد واحد هذا الهميان لفلان ابن فلان كذابي فتحون يشوفون فلان ابن فلان كذابي الهميان الثاني والثالث والرابع قل أولا من طالبك بإجابة الكتب هذا هو الإمام العلامة الثانية من يصلي علي هذا هو الإمام العلامة الثالثة من أخبر بما في الهميان بالأكياس من الأموال والأسماء هذا هو الإمام يقول رجعت انا ابو الاديان تقول لما رجعت سمعت الواعيه يعني المصيبه يعني قتل الامام صلوات الله وسلامه عليه سمعت الواعيه في دار المولى صلوات الله عليه ورايت جعفر واقف عند الباب واقف بالباب هذا جعفر جعفر لقاها لقوه بعد ها؟ هذا قال الامام العسكري ما عنده اولاد انا الامام ها واذا صار الامام هذا على الاسلام السلام ف قلت عجيب هذا زين البعض يهنئه والبعض يعزيه يهنئه بالإمامة ويعزيه بماذا بشهادة أخيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول جيت أنا مباشرة سلمت عليه من سلمت عليه ما طالبني بإجابة الكتب لأن الإمام قال له من طالبك بإجابة الكتب جواب الكتب هذه هو الإمام هاي علامة يقول ما طالبني هذا ما طالبني ولا قال أي شيء يقول أنا عبرت اجتازيته تقول بينما أنا كذلك دخل علي غلام غلام مملوك قال لي يا أبا الأديان يدعوك أحدهم يقول دخلت أنا ما أعرف إلى بيت الإمام إلى خاصة دار الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري رأيت غلام وجهه كفلقة قمر وهو اشبه الناس بسيدي ومولاي الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وله هيبه وجلاله ووقار وله نور يشع الى عنان السماء. بعد التحيه والاكرام للمولى صلوات الله عليه فسالني وطالبني باجابه الكتب. قلت له بلى سيدي هذه الكتب هذه قدامك. عرفت هاي العلامه الاولى. هذه العلامة الأولى يقول أنا خرجت لكن كل فرح وسرور أني وجدت الإمام بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام جاء رجل إلى جعفر أن يلي تجهيز الإمام العسكري عليه السلام دخل جعفر شاف الإمام مكفن محنط مغسل جاهز ظن أن أصحابه غسلوه قال يمكن أصحابه غسله، ما اعرف على ان الذي مولانا جهز الامام العسكري عليه السلام هو ولده الامام الحجه روحي فداه. قال يكفي انه انا اصلي عليه قدام الناس، قدام العالم اذا صليت عليه كافي انا اثبت انه انا الامام. لما اخرجوا نعش الامام صلوات الله وسلامه عليه الى الملأ والناس الكل اشرأبت الاعناق، امتدت الابصار. يشوفون من الذي يصلي على الامام العسكري عليه السلام، من صلى على الامام العسكري هو الامام. وهذا الخليفه العباسي المعتمد العباسي فرحان فرح مسرور على ان الامام والخليفه والوصي الديني مثل ما هو يعبر طبعا بعد الامام العسكري جعفر وجعفر بعد هذا بيديهم زين اخيهم على قولتنا ايش ما يقولوا له ياتمر لامرهم ينتهي لنهيهم فلما تقدم جعفر للصلاه واذ خرج المولى الامام الحجه روحي فداه وأرواحنا لترى بمقدمه الفداء، وله هيبة وجلالة ووِقار ونور يشع إلى عنان السماء فيه هيبة آبائه وأجداده والأنبياء والأوصياء حتى انفرجت له الناس صفين سماطين جبلين صدفين وصل إلى جعفر أخذ بثوب جعفر قل عبارة بليغة جدا اختصر كل الأمور في عبارة واحدة اخذ بثوب جعفر قال تنحى يا عم لما قال يا عم انا ابن اخوك تنحى يا عم انا اولى منك بالصلاه على ابي انا اولى منك بالصلاه يعني انا الامام مو انت الامام شنو الدليل انت الامام ها انا اولى منك بالصلاه على ابي يعني هذا ابوي انا ابنه ولده وانت عمي هاي يسمونها الطاعه التكوينيه هذا حاد تكتر على جنب ابتعد طاعه تكوينيه ما ما قدر يستشكل على الامام ابدا صلى الامام صلوات الله وسلامه عليه على ابيه الامام العسكري وقام بتكملته كاملا ودفنه عند ابيه الامام الهادي عليه السلام، الامام العسكري عند الامام الهادي في سامراء ورجع الامام صلوات الله وسلامه عليه الامام الحجه رجع الى الدار دخل واغلقت الابواب، الكل راوا على أن الذي صلى على الإمام العسكري هو ولده الإمام الحجة سلام الله عليه أبو الأديان قال هاي, هاي, هاي علامة ثانية <applause> هذه علامة ثانية بقت العلامة الثالثة دخل وفد من قوم في هذه الساعات في هذه الأيام دخل وفد من قوم عنده حقوق شرعية زكاة خمس كذا صدقات واجبة مستحبة موجودة في هميان والهميان كبير وبداخل أيضا أكياس من المال وأسماءهم كذا فسألوا من الإمام بعد الإمام الحسن العسكري قالوا له هذا جعفر أجوا إلى جعفر قالوا له, له إحنا عندنا حقوق شرعية نسلمها إلى أخيك الإمام العسكري عليه السلام وهذه الحقوق نريد أن نسلمها لأحد للإمام بعد الإمام العسكري قال لهم بلى أنا الإمام بعد انطوني أه؟ قال له لا, لا احنا عندنا علامه العلامه ان تخبر بكل المال كم وتخبر بالهميان من كل احد فلان ابن فلان المبلغ مثلا كذا مبلغ دينار او درهم نحن نفتح كل هميان واحد واحد ونشوف حسب الوصف والاسم والمقدار الذي تذكره هذا شويه أذى انزعج لهم اتريدوا منا ان ندعي الغيب علم الغيب والله ان ذلك لا يدعيه اخي الحسن العسكري عليه السلام انتم تكذبون تفترون علينا احنا لا نعلم الغيب قالوا اذا تعذرنا احنا ما نقدر نعطيك الاموال ها أي اموال الناس نرجعها الى اربابها الى اصحابها قال لهم لا لابد ان تسلموا الاموال لي فرفع الامر الى المعتمد العباسي خذوهم الى الملك الى الخليفه الدنيوي ذاك المعتمد العباسي سال الامر قال له اصلح الله الامير احنا ما نقدر ننطيه احنا ناس يعني ماجرين على هذا احنا ناس رسل بس طواريش على قولتنا نسلم حسب العلامه احنا عندنا علامه من يخبرنا بما في الهميان باسمائها ومقدار الاموال نسلمه المال والا فلا ما ننطيها له التفت هذا قال ان الناس هذول لهم حق هذول معذورين ها اذا اخبرتهم بما في الهميان خذ الاموال والا فلا قال يريد منا ان ندعي الغيب والله لا اعلم بما في الهميان فتركوه وتركهم الملك لهم طلعوا راحوا قالوا له اذا خلي ويانا جنودي طلعنا من سامراء فهم بالطريق من طلعوا أجاهم نفس الغلام اللي دخل على ابي الاديان قال لهم تعالوا عندنا من يخبركم بما في الهميان باسمائها ومقدارها. اجوا هذول فرحين مسرورين دخلوا في دار الامام العسكري عليه السلام شافوا نفس المنظر الذي راه ابو الاديان تلك الهيبه والجلاله والوقار والنور الساطع للامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه سلموا على الامام بكل ادب واحترام وقعدوا لما جلسوا الامام اخبرهم بما في الهميان ككل وبكل كيس من الاكياس الاموال فلان ابن فلان ومقدار ما اعطى كذا فلان ابن فلان ومقدار ما اعطى كذا وكذا وكذا الى ان اتمها باجمعها فتحوا الهميان واحد تلو الاخر شافوه كما اخبر الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه انتشر هذا الخبر وهذا الموضوع انتشر في ارجاء سامراء هذا الموضوع شاف ابو الاديان هذه علامه شنو؟ ثالثة فثبت عند أبي الأديان وعند الناس على أن الإمام بعد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الحجة روحي فداه طلع هذا جعفر هسه البعض يقول على أنه في أواخر عمره تاب والبعض يقول ما تاب هسه هذا يبقى بحث آخر فهذا تحمل جعفر على ابن أخيه الإمام الحجة سلام الله عليه فأخبر الخليفة والحكومة العباسية عن مكان الإمام الحجة الروحي فداه جيش أو جيش أو رجال خاصة أو دخلوا إلى دار الإمام صلوات الله وسلامه عليه طبعا قبل الدخول قبل أن يدخلوا إلى الإمام يعني يبحثوا عن الإمام جاءوا إلى السيدة نرجس نرجس خاتون أم الإمام وسألوها عن مكان ولدها فلم تخبرهم فخذوها سلموها إلى القاضي وخلوها تحت الإقامة الجبرية فترة من الزمن بعدين أطلق سراحها على العموم خلوها حرة الشاهد مولاي أجوا إلى الإمام الحجة روحي فداه كان القصد من الإمام أن يغتالوا الإمام يعني يأخذون الإمام بالبداء ويغتالوا ويقتلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه فدخل إلى سرداب هذا السرداب سرداب الغيبة هذا السرداب بناه الإمام الهادي عليه السلام هذا السرداب بناه الإمام الهادي عليه السلام للعبادة لما تواجد الإمام الهادي صلوات الله عليه في سامراء هذا السرداب كان للعبادة لأن السرداب من طبعة من طبعة أنه بالصيف بالحر البرودة تبقى به بارد بالشتاء بالبرد دافي فكان يتعبد فيه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لما قتل الإمام الهادي عليه السلام صار السرداب والبيت عند الامام العسكري عليه السلام فكان يتعبد في هذا السرداب آه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فلما قتل الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه البيت والسرداب الكل انتقل ملك الى الامام الحجه سلام الله عليه فهذا المكان اللي احنا نروح نزوره في سامراء بالحقيقه هذا بيت الامام الحجه روحي فدا احنا في ضيافه المولى مو في ضيافه فلان او فلان لا 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 نحن في ضيافه المولى في ضيافه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زوار ابيه وجده في ضيافته صلوات الله عليه فيدخل الامام صلوات الله وسلامه عليه الى السرداب يدخلون خلف الامام الى السرداب لما يدخلون الى السرداب هنا الامام يغيب غاب عن الابصار غاب عن الانظار لم يروه ما يشوفوه غاب الامام تلك الغيبه بدات الغيبه له من العمر خمس سنوات سنه وستين من الهجره النبويه بدات غيبه الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه اخواننا عدنا عندنا مجال عدنا وقت لو لا ايش قد عندي وقت؟ اربع دقائق جزاكم الله خير الله يبارك بكم ان شاء الله هنا الامام غاب عن الابصار غاب عن الانظار هسه هذه الغيبه الامام شوية اكو اشارة دقيقة مولاي غيبة الامام بدأت من سنة 260 للهجرة يعني عمره خمس سنوات او لا الامام قبل ذلك يعني منذ بدء حياته الامام لما ولد هو كان اصلا غائب الامام العسكري غيبه عن الناس الناس ما كانوا يشوفونه ما كان يلتقي مع الناس أه؟ الناس ما يدرون ان الامام العسكري عنده ولد اسمه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اخويا فغيبة الامام بدأت سنة 260 وعمره خمس سنوات لو منذ بدء حياته هسه على رأيين البعض يقول كذا مثل الشيخ المفيد يقول على الرأي الثاني انه غيبته بدأت منذ ولادته الامام اخفاه الامام العسكري اخفاه عن انظار الناس والبعض يقول لا خمس سنوات وغاب الامام صلوات الله وسلامه عليه غاب الإمام عن الأبصار للإمام غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى والكبرى مو معناها أن الإمام غاب وظهر هالنوب غاب وبدت الغيبة الكبرى لا 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 إنما الغيبة الصغرى الإمام عنده نواب في الغيبة الصغرى 69 سنة ونيف يعني قريب السبعين سنة عند نواب يرتبطوا مع الناس هذول النواب عندهم وكلاء كل نائب يصير عنده وكلاء في ارجاء العالم الاسلامي اللي عنده سؤال عنده حقوق عنده كذا السؤال الى الوكيل والوكيل الى النائب للامام صلوات الله وسلامه عليه والنائب هو الوحيد الذي يرتبط مع الامام المعصوم مع الامام الحجه روحي فداه النائب الخاص وهم اربعه راح نذكرهم ان شاء الله الحلقه الاتيه أربعة من نواب الخاص خواص للإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الأول إذا أراد في أواخر عمره يخبره الإمام أن ينصب فلان ابن فلان بدله نائبا ثانيا ثم يخبر الثاني بمماته ينصب الثالث ثم يخبر الثالث بمماته ينصب الرابع لما ماتوا اربعه من نواب الامام الخاص الخواص انقطعت واتمت الغيبه الصغرى وبدات الغيبه الكبرى صارت نيابه عامه هنا كلها نيابه خاصه غيبه صغرى نيابه عامه غيبه كبرى راح نذكرها ان شاء الله غدا ولكن السؤال هنا هل ان الامام غائب بالشخص او بالشخصيه يعني غائب بالشخصيه بالعنوان يعني الامام موجود ونشوفه ولا نعرفه ها لو لا ان الامام صلوات الله وسلامه عليه غائب بالشخص يعني جسمه ما يبين يعني اذا يمر منك ما تشوفه الان الملائكه موجودين لكن احنا ما نشوفهم الان الجن موجود ولكننا لا نراهم ها هل ان الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه غائب بالشخص او بالشخصيه هذه ان شاء الله في الحلقه الاتيه سنشير لها بتفصيل اكثر وهل وب... يمكن للانسان ان يغيب اصلا عن الابصار ونذكر ايات في هذا المجال وفي هذا الصدد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد واله الطاهرين. جاء أمر الله والأسماع أصغط للنداء صلوا على خير الأنام طهر الإمام ابن الإمام تسجد والقمر والنجم تسبح في الس...